انما طبعا النادي الاسماعيلي حطك في الصوره. يعني النادي الاسماعيلي في بدايتي في النادي الاسماعيلي رحت المنتخب ولعبت في المنتخب بشكل اساسي وعملت 9 سنين يعني الحمد لله بشكل كويس جدا، عملت اللي عليا وانا موجود هناك، فاعتقد دي اثرت في حياتي بشكل كبير جدا. النقطه الثانيه انتقال للنادي الاهلي، انتقال للنادي الاهلي ده برضو لسبب ان انت عندك حلم من وانت صغير. انا من الفيوم اصلا، فالفيوم كلها اهلاويه، يعني انت بتتعامل مع ناس من وانت طفل، ناس ما تحبش حاجه غير النادي الاهلي. يعني انت يمكن كنا دي لعبت في اهل الفيوم لو عدناهم كتير. يمكن النهارده في النادي قبل ما اجي لك كنا بنتكلم على ايه، يعني بنتكلم وانت صغير، يعني مثلا ايه كنت بتفكر ايه الماتش اللي اتكلم مع مين، يعني كنت انت وام غالي وجد وابو تريكه، فبنتكلم بالصدفه كده جده احكي لي بقى كل واحد جده بيتكلم على الجون بتاع ابو تريكه في الصفاقس ان هو كان في الشارع ومع الناس وكلام، قلت له لا انا الجون بالنسبه لي الجون بتاع الكابتن حسام حسن خلي بالك اما كان الاهلي بيلعب الزمالك والجون الاولاني جابه احمد فيليكس 2-0 كان الكابتن نادر ده جون الجون الثاني جابه الكابتن حسام والزمالك ما كملش الماتش ده اتلغى الزمالك انسحب، فالجون ده انا فاكره جدا لان يعني انا اظن ان انا كنت بتفرج في الشارع مع الناس كانوا مطلعين تلفزيون في الشارع وبيتفرجوا اول ما الجون ده، يعني انا ما اقولكش مثلا ده في ايه، يعني لحد بالليل دنيا تانية خالص، فالجون ده انا فاكره يعني بشكل كبير جدا كانه امبارح. فانا بقول لك يعني الواحد من هو صغير اهلاوي وحابب النادي الاهلي. نكمل بقيه اللعيبه بس نكمل النقطه اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيها. لا يعني هو ده اللي يعني معظم الكلام اللي حسام غالي حسام غالي ذكرياته يا حسام عايز اعرف ذكرياته حسام غالي. انا بقول لك المناسبه اللي جت فيها الكلام ده عسل حسام غالي. لا بص النادي الاهلي يعني انا شايف ان كان يعني كان في كلام كتير الفتره الاخيره متنرفز وبيشتم اللعيبه وي وي يعني انا حسام غالي ما انا يعني لا خالص حسام غالي مش كده خالص. يعني انا اكلمك على لعيبه النادي الاهلي كلهم وبعد كده ممكن اخد لك اسماء معينه. يعني انا واحد من الناس بحمد ربنا ان انا موجود في النادي الاهلي سواء بقى اداره لعيبه جمهور، بس انا خاصه بالنسبه لي اللعيبه يعني بص يعني مجرد ان انت تتعامل مع ناس بشكل محترم وبشكل مؤدب جدا، معظم اللعيبه حتى اللعيب اللي جاي من بره جاي دخل عارف ان الناس دي خلاص يعني عيله ما لا والتعامل باحترام وما فيش اي مشكله، ولو حصل مشكله يعني ممكن اكيد بيحصل مشاكل زي بيحصل في اي ما انت نفسك بتتكشر وبتنرفز مشاكل طبيعيه يعني مشاكل طبيعيه ومشاكل ما بتكبرش يعني ما فيهاش حاجه كبيره ما فيهاش غلط الحميه دي مطلوبه فيعني انا بقول لك لا لعيبه النادي الاهلي كلهم يعني قول لي بس حكايه حسام غالي. لا حسام غالي يعني انا واحد من الناس حسام غالي بيتكلم معايا في الملعب بس هو انت ايه لازم تعرف الشخصيه اللي قدامك. يعني انا مثلا انا بتعامل مع حسام غالي ازاي، يعني هو مثلا يقول حاجه ماشي سيبه وامشي خلص الموضوع على كده، في يعني ممكن حد تاني حسام غالي يتكلم فهم ياخد ويدي منه فهو لا الامور عاديه، يعني ما انا ممكن اكلم حد في الملعب الامور عاديه، يعني انت بتعرف شخصيه اللي ده. يعني انا اضرب لك اكتر واحد الناس بيتكلموا في الملعب مين، يعني الناس اصلا مش هتخيل يعني هتقول ما حدش بيتكلم معاه في ابو تريكه، يعني ابو تريكه معظم الناس بيتكلموا في الملعب على اي كوره هو ما بيكلمش حد لا يعني أبو يشاور بس لا وممكن يتكلم بس هو انا بكلمك في ايه، يعني عادي ان انت تكلم اي حد في الملعب شيء عادي يعني ما فيهوش اي مشكله طالما بتتكلم باحترام وبادب ما فيهاش اي مشكله خالص. فحسام غالي لا يعني غير يعني بص هو إيه كل فتره كل لعيب كده بياخد له شويه. يمكن انا كانت فترتي السنه اللي فاتت يوم انت يعني انا السنه اللي فاتت يوم مشكلتي مع مستر مانويل جوزيه انا مشكله واحده يعني لا يعني هي دي المشكله اللي خدت وقت كبير جدا وخدت كلام انا كنت كل يوم بقرا النت كله عليا. فهو حسام غالي يعني كان الفتره اللي فاتت خد له يومين ثلاثه فهو ده اللي بان شويه ده طبيعي يعني هو مجرد تلاقي خبر واحد فناس كتير بتروح كاتبه وراه بس عادي ممكن يعني انا سعيد ان سيد معوض يعني بيكشف حقيقه العلاقه ما بين لعيبه الاهلي وحسام غالي لان انا اعتقد ان هي علاقه جميله جدا ووطيده جدا واسريه جدا وغير ما الناس متخيله خالص. لا انا زي ما قلت لك يا حسام غالي انا مش عايز ازود في الكلام يعني انا لو كلمت بالنسبه لي انا لا حسام غالي يعني الناس اللي انا بحبها جدا يعني الناس اللي وده كلام كتير يعني كل اللعيبه كده يعني مش انت بس يمكن انا بشكل خاص يعني انت ما بتسالني على حسام غالي لا انا واحد من الناس اللي بتحبه جدا بتحبه في لعبه وفي اخلاقه لا بكلمك جد والله يعني انا ما يعني في مجموعه كده يعني في سبعه ثمانيه في النادي الاهلي يعني الواحد برضو ايه انا قلت لك بحمد ربنا ان انا موجود في النادي الاهلي وبحمد ربنا ان انا بتعامل مع الناس دي
الناس دي يعني شرف لأي حد إنه يتعامل معهم صراحة. الألمونيوم للإسماعيلي والتانية بتاع النادي الأهلي، لأن أنا النادي الأهلي بص يعني مش عايز أقول حاجة بس عشان هي أكيد كل الناس يعني أكيد سمعتها من لعيبة تانية كتير وأنا مش عايز أزود فيه، بس اللعب في النادي الأهلي مختلف بشكل. اللي جرب لعب في نادي تاني وجرب لعب في النادي الأهلي هيحس بحاجة تانية خالص. أنت في النادي الأهلي بص يعني ممكن في نادي تاني تلعب 3-4 ماتشات يعلوك جدا، في النادي الأهلي لو لعبت دقيقة كويسة ممكن تعليك جدا، ولو لعبت دقيقة وحشة هتوديك أسفل السافلين. يعني أنت بتتكلم كلام جميل جدا على النادي الأهلي، مع إن سيد معوض اللي محدش يعلمه كان كل فترة أو الفترات اللي فاتت كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج من النادي الأهلي، مش يعني بمزاجه هو اللي كان عايز يمشي من النادي الأهلي، وده طبعا بسبب مستر مانويل جوزيه. هنعرف كل أخبار سيد معوض.